البحث الأول هو القرآنية في فكر الإمام الحسن عليه السلام للأستاذ الدكتور سرحان شفات، الذي أرجوه أن يرتقي المنصة في الوقت الذي يتفضل المقرر بتقديم نبذة عن الأستاذ الدكتور الباحث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أستاذنا الأستاذ الدكتور سرحان شفات سلمان، تخصصه اللغة العربية وآدابها، درس في جامعات عربية وعراقية، أشرف على عشرات من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، رئيس تحرير 3 مجلات علمية محكمة في العراق وخارجه، أستاذ الدراسات العليا في جامعة القادسية، وغيرها الكثير. فمرحبا به. مرحب بجناب الأستاذ الدكتور سرحان شفات، وبالحقيقة لو أتيح المجال لطرح ما قدمه الأستاذ الدكتور لاحتجنا الوقت الكثير، لكن نرجو منه أن يلتزم ب15 دقيقة لتقديم ملخص واف لبحثه، على أن يترك المقدمات التي وقع فيها جناب الشيخ الدكتور، ونتمنى عليكم تقديم ما لديكم في مجال القرآنية. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا أبي القاسم محمد، وصل على محمد وآل محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الميامين الأكرمين. السلام على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن المجتبى في أصبوحته المعرفية هذه. السلام عليه من مضارب أخيه أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه وعلى أسرته الميمون الكريمة. والسلام والتحية موصولان إليكم أيها الملأ المبارك الكريم، مع اعتزازي بعنواناتكم الكريمة التي لم أشر إليها بناء على ما جاءني من تقصير المقدمة والانصراف إلى البحث، وتحية إلى صديق الشاعر الكبير وإلى زميله الدكتور جاسم. وأقول القرآنية في كلام الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، والأبعاد التربوية التي تؤسس على هذه القرآنية. وقبلاً وليس من باب المقدمات، أعتذر إذا ما خانني توفيقي في أن أقع على المعنى الحقيقي لمراد الإمام الحسن في كلامه. كيف لا وقد قرأت في مقدمة كتاب عيون الأخبار قول أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أنتم أعلم الناس إذا ما عرفتم معاني كلامنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بعضاً من العلم لمعرفة كلامهم ولمعرفة المقاصد الشريفة التي يحتويها كلام أهل البيت. الإمام الحسن عدل القرآن ووريث القرآن، تنزل القرآن على جده وفسره أبوه وفقهته أمه، وهو في بيت الوحي، وهو وريث القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما نظر إليه وإلى أبيه وإلى أخيه الإمام الحسين: أنتم المستضعفون، قال: أنتم المستضعفون بعدي. قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير المستضعفين: قال: هم الأئمة، لقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والوراثة في مقصدها الأول هي وراثة القرآن معنى وتأدية وسلوكا ومقاصد شريفة. عنوان البحث: القرآنية في كلام الإمام الحسن المجتبى. ومصطلح القرآنية أيها الأحباء يستدعي مصطلحات مجاورة تدور في أقلام الباحثين وفي بحوثهم. من هذه المصطلحات: أثر القرآن، والاقتباس، والتضمين،
والتوظيف القرآني والتناص القرآني والتأثر والتأثير وغير ذلك من المصطلحات التي مرادها كيف اشتغل النص القرآني في نص من النصوص. واخترت مصطلح القرآنية لما توسمته فيه من أنه أكثر قدرة على استيعاب الحضور الإيجابي للقرآن الكريم في نص الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ذلك أن استدعاء القرآن في الخطابة الإسلامية في عصر صدر الإسلام وما تلاه قد اتخذ طريقين. الطريق الأول هو الطريق الإلصاقي، الطريق الذي كان يوهم بوجود القرآن الكريم، ولكن النص القرآني تحول في داخل تلك الخطب إلى نص سلبي يستعمل للعدو على الحق وللإساءة إليه. وهناك الكثير من النماذج التي استعملت القرآن الكريم بهذا المعنى، ولقد تردى استعمال القرآن الكريم في الكثير من نصوص الخطابة ومن نصوص الشعر في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي وعصر الدولة العباسية إلى درجة أنك لا تستسيغ أن تسمع حضور النص القرآني. وهناك نصوص كثيرة، يعني إذا حب واحد من الأخوة أن يتداخل فيها ممكن أن نذكر بعضا منها. القرآنية بالمعنى الذي تتبناه هذه المقاربة هي الحال التي يكون فيها خطاب الشخصية الصادر عن القرآن الكريم متماهيا مع النص القرآني ومتجها إلى روحه، مستوعبا مضمرات الخطاب القرآني وإشارياته، محولا تلك المحمولات المقدسة في النص القرآني إلى نسغ يغذي النص ويدفعه إلى نماء بالقرآن واكتمال بالتأثير في المتلقي على نحو ما يوجد في القرآن الكريم. والقرآنية هي أن يتراءى القرآن روحا وتكوينا ومعنا داخل النص، وهي أن يكون النص القرآني عمود الرسالة المبثوثة إلى المتلقي، بما يجعل هذا المتلقي في عالم قرآني يخاطب العقل والروح والرصيد الثقافي والوجداني لذلك المتلقي. ورقة البحثية قسمت إلى تعريف بمفهوم القرآنية وهذا الذي ألمعت إليه وجازة، وإلى أشكال توظيف القرآنية في كلام الإمام الحسن عليه السلام وإلى وظائفها وإلى الأثر التربوي، وهو مراد هذا المؤتمر والجلسة العلمية، إلى الأثر التربوي المترتب على حضور النص القرآني في كلام الإمام الحسن عليه السلام. من الأشكال التي حضرت أشكال توظيف النص القرآني في كلام الإمام الحسن صلوات الله عليه ما يمكن أن ندعوه بشكل الاقتباس، وقد حضرت بأربعة أشكال للأمانة. وفي هذا أوردت مجموعة من الآيات القرآنية، مجموعة من خطب الإمام الحسن سلام الله عليه ومن كلماته القصار، وكيف أنها كانت تحيل إلى آيات قرآنية. وأحياناً نلحظ أن خطبة الإمام الحسن سلام الله عليه أو أن كلمته، والغالب على كلام الإمام الحسن خطباً وكلاماً، أن يكون كلاماً وجيزاً، وهذا يعود للأسف الشديد إلى ضياع الكثير من خطب الإمام الحسن. فلقد تواترت الدولتان الأموية والعباسية واستضعاف شيعته ومحبيه على تضييع هذا التراث العلمي الروحي العظيم، مما فوت على العلمية على الأمة فرصة جليلة في أن تفيد من تراث الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الجانب الأول هو جانب الاقتباس، وفي هذا الجانب نلحظ أن خطب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأن كلماته هي عبارة عن آيات قرآنية يؤازر بعضها بعضا للوصول إلى مراد الإمام الحسن سلام الله عليه. فمثلا في واحدة من خطبه الشريفة يقول: فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله عز وجل والرسول وأولي الأمر مقرونة يا أيها الذين آمنوا. طبعا الإمام الحسن ينصص هكذا في خطبته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا. ولو ردوه، في آية أخرى نلاحظ حتى ما أكمل الخطبة مراعاة للوقت، أن الإمام الحسن سلام الله عليه في خطبته هذه يصدر عن الآية 59 من سورة النساء والآية 83
من سورة النساء أيضا، والثامنة والأربعين من سورة الأنفال، والآية الثامنة والخمسين بعد المئة من سورة الأنعام. هذه في خطبة واحدة لا تتجاوز الأسطر السبعة، مما يعني مقدار اندكاك كلام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بالنص القرآني. من أمثلة التوظيف الأخرى ما يمكن أن ندعوه بالنماذج، النموذج البياني الذي يتضمن بناء النص الحسني على القرآنية من المطلع إلى الختام، سواء بالاقتباس هناك بالاقتباس أو بالتناص أو الاستلهام، بناء أن تكون القرآنية مرجعه وهاء المعانيه الإسلامية، وهو شكل شائع في كلام الإمام الحسن. وأيضا على هذا نماذج أعرض عليها بناء عنها آسف بالنظر للوقت. وهناك ما يمكن أن ندعوه بالنموذج البياني، وهو أن تكون خطبة الإمام الحسن وكلمة الإمام الحسن مؤسسة تأسيسا بنائيا شبيها ببنية الآية القرآنية التي الإمام الحسن طبعا ذاب فيها وذابت في كلامه. وعندنا طبعا أكثر من نموذج وأكثر من حالة أوردت في هذا البحث. عندنا وظائف هذه القرآنية التي هي الوظيفة القرآنية الدائمة التي والوظيفة التفسيرية التي يقوم فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه بدور المبين المفسر للقرآن الكريم من خلال خطبه وكلماته. والوظيفة الإفهامية، والوظيفة الإفهامية هي في وظائف العالم الكبير جاكوبسن، هي الوظيفة التي تستهدف المتلقي وتستهدف نقل رسالة واضحة من المرسل إلى المتلقي غير قابلة للتأويل، وأنها تحمل معنى واحدا للتأثير المباشر ممثلا إياها بالخط المستقيم في باب الرياضيات، وهو الخط الذي ينتقل من النقطة ألف إلى النقطة باء انتقالا مستقيما. وفي كلمات أهل الفيزياء أن أقرب مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم. فالوظيفة الإفهامية هي الوظيفة المستقيمة التي تنقل المعنى نقلا حرفيا مباشرا للتأثير في ذلك المتلقي. ومنها أيضا الوظيفة التوجيهية والوظيفة التي سميتها الإمامية، وهي التي من متبنيات الأئمة سلام الله عليهم في كلامهم. وأنصرف قبل أن ينتهي وقتي إلى بيان معالم التربية المستقات من القرآن الكريم في فكر الإمام الحسن سلام الله عليه. فأقول تتحقق القيم التربوية في كلام الإمام الحسن بالمحاور الآتية. أولاً، أن هذه القيم قيم قرآنية بمعنى صدورها من القرآن الكريم والعترة الطاهرة التي يعد القرآن والقيمة عليه. ثانياً، الجماعة الصالحة في فكر الإمام الحسن عليه السلام هي الجماعة التي قوامها الفرد الصالح. طبعاً الجماعة الصالحة هي الجماعة التي أسست على قيم تربوية، بلغة محورنا هي الجماعة التي أسست على قيم معرفية ثقافية تربوية صالحة راسخة مكينة. هي الجماعة التي قوامها الفرد الصالح الذي يتفاعل في شخصه جدل الصلاح والإصلاح، بمعنى أنه الفرد الذي لا يصلح ذاته فحسب، بل هو الشخص الذي يتحرك صوب إصلاح الجماعة واستثمار ممكنات الإيجابية فيها. أما كما في قوله: أما المروي فإصلاح الرجل، أما الخير فهو إصلاح الرجل أمر دينه وإفشاء السلام والتحبب إلى الناس. الفرد في فكر الإمام الحسن هو فعل تغير وفعل عمل، ولا يكفي أن يكون هذا الفرد صالحا، فقد قدمت لنا الأمة عبر تأريخها نماذج لأفراد وصفوا، مع تحفظي على هذا الوصف، وصفوا بالصلاح ولكنهم كانوا سلبيين في حركة مجتمعهم. أحد من وصفته الأمة بالصلاح رفض بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه وبايع الحجاج، وهو يوصف في ذاته بالإصلاح، مع أقول مرة أخرى تحفظي على وصفه بهذا. إذا قرأت عنه في التاريخ تجده صالحا
ولكن صلاحه لم يتجاوز ذاته، بل كان فاعلية سلبية لتعطيل حركة الإمامة الربانية، ولم يبايع علي بن أبي طالب، وبايع الحجاج ليلاً وبايع قدم الحجاج ليلاً. إذن الفكر التربوي للإمام الحسين لا يرى قيمة لأن يكون الفرد صالحاً في ذاته إن لم ينتقل هذا الصلاح إلى فاعلية تغيير داخل المجتمع، وإلى فاعلية إنشاء المجتمع السليم وإنشاء الجماعة الإسلامية الإيمانية الصالحة. الشيء الثاني أن القيم التربوية قيم ترتبط، الآن ننتقل من الفرد إلى القيادة، قيم ترتبط بالقيادة الصالحة للأمة ممثلة بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذين وصفهم الإمام الحسن بأنهم حزب الله، ومن ثم فهم مصدر الخير ومشكاة الأنوار التي هي السبب الممدود بين الأرض والسماء، وهم المنتج الفعلي لكل أطروحة إلهية ربانية جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن من معايير النظر إلى الأفكار النظر إلى مخرجات هذه الأفكار. طبعاً الأفكار لا تسقط حينما لا يكون لها مخرج، بدلالة أن بعض الأنبياء لم يؤمن به شخص واحد، ولكن الأفكار تعزز وتنمى وتعمق إذا كانت لها منتجات موضوعية عيانية منظورة في الواقع، كما في وجود آل محمد بوصفهم المنتج الحقيقي للرسالة الإلهية التي جاء بها جدهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وينسجم مع هذه النقطة السالفة الإيماء إلى أن الفكرة التربوية للإمام الحسن عليه السلام فعل نخبوي. التربية في فكر الإمام الحسن هي خلاصة النخبة وليست أمراً عاماً. لماذا؟ تقوده نخبة مؤسسة تأسيساً معرفياً مكيناً. وهذا يعني أن النظرة التربوية في فكر الإمام الحسن نظرية تنأى عن العوامية، نظرية تنأى عن العوامية وتتجه إلى الخاصة لصالح الإثراء المعرفي. ومن هنا يقول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، طبعاً أعتذر إذا أذنتم لأن أضيء كيف هي ليست عوامية وخاصة، في دقيقتين إن شاء الله، هي نظرية تؤسس على الخواص من الخلق وهم محمد وآل محمد، ولا تؤسس على كلمات غيرهم ممن يقاربون بأهوائهم وبآرائهم التي قد تخطئ وقد تصيب وقد تنحدر إلى مرتبة التفكير العام والتفكير العوام غير المعمق وغير المؤسس تأسيساً ربانياً حقيقياً. ومن هنا فالتربية كما أفهمها في فكر الإمام الحسن هي تربية النخبة، هي القائمة على النخبة، وأن على غير النخبة أن تكون متبعة لهذا، استناداً إلى مبدأ التخصص. يعني من العجيب أننا إذا راجعنا طبيباً اتبعناه في كل ما يقول، وإذا راجعنا إماماً جادلناه في كل ما يقول، وهذه طبعاً من سوء التوفيق في التعاطي مع هذه الفرصة الربانية التي أتيحت لهذه الأمة ممثلة بمحمد وآل محمد. لا أدب لمن لا عقل له، ولا مودة لمن لا همة له، ولا حياة لمن لا دين له، ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل، وبالعقل تدرك سعادة الدارين، ومن حرم العقل حرمهما معا الدنيا والدين. والتربية فعل مجتمعي ينتمي إلى المجتمع، وفي المجتمع عندنا نظريتان، أننا إذا كان الفرد في بيئة مجتمعية صالحة هل سيكون صالحاً على إطلاق وجود هذه العينة؟ وإذا كان الفرد في بيئة مجتمعية غير صالحة والعياذ بالله، هل ينبغي أن يحرم فرصة أن يقدم قدراته وملاكاته ومواهب للمجتمع؟ من الرحمة في المنهج التربوي لآل محمد أنهم منحوا الخط الثاني
الذي لم ينشأ في بيئة اجتماعية صحيحة منحوه فرصة أن يقدم نفسه وأن يتجاوز مواطن الوهن في شخصه والضعف في حياته كما حصل. وصلى الله على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هذا البحث غنيا بما تضمنه من اتجاهات عديدة حاول الباحث أن يجمع بينها. الموضوع غني لا شك، وربما لو فتحنا المجال لكل من يريد التداخل لن ننتهي حتى الغد، لكن ظروف المنصة تقتضي منا أن نأخذ متداخلين اثنين أو ثلاثة في أقصى حد على أن لا تزيد المداخلة على دقيقة واحدة، مع الاعتذار سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. مصطفى مصري العاملي. شكرا للدكتور، ولكن سؤالي، هل تقصد من كلامك الاستعمال السلبي للآيات القرآنية هو عدم التطابق بين المنطلق والاستعمال؟ هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، هل ذكرتم الضابط الدقيق الواضح والصريحة؟ وأقول ذلك لأنها ربما مرت في سياق كلامكم، للتمييز بين الاستعمال الإيجابي والاستعمال السلبي. وشكرا. أحسنتم جناب الشيخ. بلي جناب الشيخ، بالنسبة للاستعمال السلبي يعني شوية حرج المقام ووجود بعض الأخوات، يجب أن ما أتمثل به بنصوص شعرية كارثية في استعمال القرآن لها على أبو نواس وفي العصر العباسي الذي تحول فيه النص القرآني إلى ما يعني أستطيع أن أتمثل به تجانبا ليسار القاعة. لكن على كل حال أنا يعني أروي لجنابك وغير خافي على حضرتك وعلى الحضور الكريم رسالة لأحد طواغيت بني أمية أرسلها إلى والي الكوفة يدعوه فيها إلى حرق جثة الشهيد زيد الشهيد، أنه إذا جاءك كتابي هذا فاعمد إلى عجل أهل العراق، متخذاً هذا طبعاً توظيف لقصة موسى، منزلاً نفسه بمنزلة موسى ومنزلاً أهل العراق ومنزلة بني إسرائيل واتباعهم للسامري. هذا نموذج من التوظيف السيء للقصص القرآني، وهو توظيف يستهدف الأعداء. ومن يستهدف؟ يستهدف من أنزل القرآن عليهم ويصفهم بأنهم عجل أهل العراق، ويصف أهل العراق بأنهم بما يساوي وصف بني إسرائيل في القرآن الكريم الذين ورد في مثالبهم ما لا يحصى. أحسنتم جناب دكتور. جناب الشيخ، العفو جناب الشيخ. شكرا لكم دكتور، وكثر الله أمثالكم. قدمت لنا باقتين من الأفكار الزاهية والمتراكمة، ولكن أجد بين هاتين الباقتين الزاهيتين حلقة مفقودة بين القرآنية وبين الأفكار التربوية. وشكرا. أحسنت. يبدو أنه سؤال ملح في هذه وأنت مطالب في دقيقة واحدة أن تجيب على هذه الإشكالية. يعني جناب الشيخ العزيز، إحنا بعتذركم يعني في البحوث في المؤتمرات يتعين علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم، فلذلك أكثر من حلقة، ذا حلقة واحدة أنا أشكرك عليها. فعلا يعني مشكلة الباحث على منصته لا يمكن أن يقدم كل ما لديه، وهذه إشكالية لا يمكن أن نتجاوزها. جناب الدكتور كريم. شكرا جزيلا، أشكر الباحث الكريم على هذا الموضوع المهم الذي يربط بين أقوال الإمام الحسن عليه السلام وبين القرآن الكريم لخصوصية ما مر به الإمام الحسن. لكن أنا أتساءل، لماذا
اخترت مصطلح القرآنية أولا، هل هو هروب من مصطلح التناص؟ ولكنك أيضا استعملت مصطلح التناص في كلامك، كان هناك من المصطلحات المألوفة وأنت من المدافعين عن العربية وهو مصطلح التضمين مثلا، التضمين نعم، أو الاقتباس نعم مثلا. لماذا أنا دائما أرشد الباحثين على أن لا يستعملوا مصطلح التناص في القرآن الكريم؟ نعم. لأن التناص يعني التأثر والتأثير، الله سبحانه وتعالى لم يتأثر ببشر، فكيف نقول تناص؟ نعم. أما القرآنية فهو وصف، وصف لمن؟ نعم. وصف مؤنث، نعم. لمن؟ نعم. فهذا هذا الاستعمال أراه أيضا غير صحيح فيما يتعلق بالاستعمال القرآني في النصوص الخاصة الأدبية. أحسنتم جناب الدكتور. يعني دكتورنا، أنا أشرت في المصطلح والمصطلح المجاور إلى مداخل جناب الشيخ، سبع مصطلحات مجاورة لهذا المصطلح، مصطلح القرآنية، وهو مصطلح يعني يحتقب كلمة المقولة القرآنية، المؤثرات القرآنية، وهو مما درج عند المحدثين، وإلا المصطلحات موجودة وأشير لها نعم ولم أتنكر لها، موجودة في طيات البحث، وإذا حبيت حضرتك أزودك بنسخة من هذا. شكرا جزيلا. حقيقة ما تفضل به جناب الدكتور من مداخلة يقتضي مني أيضا أن أتداخل حول هذه المفردة بالذات، خاصة أن هذه المفردة القرآنية صارت جزءا من المصطلحات الأنثروبولوجية. هناك فئة أو طائفة تسمى القرآنية، هؤلاء الذين يعتمدون القرآن متخلين عن أي شيء له صلة بالحديث والأخبار عن الأئمة، فإشكالية هذا المصطلح إشكالية قائمة. تفضل جناب الشيخ وآخر المتداخلين وبدقيقة واحدة لو سمحت. أحسنتم السيد رئيس الجلسة مرة أخرى، وكذلك الدكتور سرحان، أثني عليه لحسن إلقائه واقعا، شد المستمعين بحسن إلقائه وطريقة طرحه. لدي ثلاث مداخلات. المداخلة الأولى واقعا هو أن الباحث الكريم لم يبين هيكلية البحث، يعني هو استغرق في استقصاء المعاني والمفردات التي تناولها بحثه، لا أشار إليها، يعني جناب الشيخ أنا لم أطلع على أنه هو على قسمها على مباحث أو على مقاصد أو على لم أستمع ذلك. هذا أولا. ثانيا، نحن لدينا من أصول البحث هو مراعاة السابقة البحثية. العتبة العباسية مشكورة عقدت 8 مؤتمرات تخصصية في الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وأنا بحدود اطلاعي في هذا الموضوع الذي ذكره الدكتور سرحان مشكورا، قرأت 3 إلى 4 بحوث تتناول هذا الموضوع. فلو تطرق ما هي قوام هذا لو تطرق الباحث المؤتمر اليوم البحثية ويغطي على النواقص الموجودة في تلك البحوث المطروقة. المداخلة الثالثة والأخيرة، كنت أتمنى على الباحث لو ذكر موردا كيفية توظيف الإمام للقواعد التي ذكرها دون استلفاف في العناوين الرئيسية التي ذكرها مشكورة. شكرا لكم مرة أخرى. جزاك الله خير. بالنسبة للتقسيم جناب الشيخ، أنا أشرت لأنه قسمنا لكذا وكذا وكذا وكذا، وطبعا تلحظ أنه يعني إذا أطلنا الحديث عن التقسيم ربما يفوتنا فكرة نقولها، والوقت يجب يعني. أستاذنا نصف دقيقة ممكن؟ نصف دقيقة ليس أكثر. نصف دقيقة. ألا إن خير الهدي هدي الأئمة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآنية هدي قبل التربية، الوظيفة الإمامية هي وظيفة الهدي أو الهداية، وشكرا. شكرا. آخر المتداخلين ونعتذر، يعني نحن على يعني إشكالية
غنى البحث قد يتطلب تداخل حقيقة، لكن نقتصر على أهم الأفكار لطفا وبأقل من دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب الدكتور الباحث، أشكره على حسن إلقائه وانتخابه لجملة من المفردات اللطيفة. ذكر مفردة أو جملة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينتفع من القرآن، ولا يسمى انتفاع. الإمام ليس فقيها لكي ينتفع من ولا باحثا، بل كل الفقهاء عيال عليه، هم ترجمان القرآن. الإشكال الثاني أو عفوا المداخلة الثانية، مفهوم الجماعة الصالحة. لم أفهم في سيرة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن هناك جماعة صالحة سوى الثلة القلة القليلة، بل أن أحدهم من زعامات ما يسمى بالزعامات الشيعية، لا أريد أن أذكر اسمه، كما جنابك تحفظت على تسمية عبد الله بن عمر الذي رفض أن يبايع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبايع الحجاج ظهيرة يوم وبايع رجل الحجاج، كان أحد الزعامات الصالحة يسحب البساط أو المصلات من تحت الإمام الحسن ويقول له قم يا لا أكمل. أرجو الالتفات لهذه الجنبة وجزاكم الله خير. شكرا جناب الشيخ. إذا كان بس فقط على كلمة الجماعة الصالحة، جناب الشيخ الجليل أشكر لطفك، ويعني الجماعة الصالحة هي متصور في كلام الأئمة وليست يعني أمرا واقعا، لأنه في عهد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه الجماعة الصالحة، يعني الوصف هذا وصف كبير على حقيقة الأمة في عهد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الأمة متأخر عن فكر الإمام الحسن كما تأخرت عن فكر جده وعن فكر أبيه، والأمة مرت بصعود ونزول. الأمة الإسلامية في أيام عثمان بن عفان الأمة متقدمة على القيادة، في أيام رسول الله صلى الله عليه الإمام علي الإمام الحسن الأمة متأخرة كثيرا عن قيادتها، لكن الجماعة الصالحة نفهمها في الحديث لا في الواقع العمل. جزاك الله شكرا جزيلا. البحث غني حقيقة، وربما لو تداخلت أنا أيضا لطال الأمر، سنتداخل لاحقا خارج المؤتمر. شكرا جزيلا يا الشاعر الكبير.